يواصل معرض أهلا رمضان في دمياط توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم. ويضم المعرض الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك 15 قسما بتخفيضات تصل من 20 إلى 30%، وذلك للتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة. موجود جميع انواع السلع اللي موجوده اللي محتاجها كل البيت المصري موجوده في معرض دمياط، وباسعار مخفضه من زيوت ولحوم واسماك ولحوم مجمده وملظفات، وجميع انواع السلع موجوده وبجوده وباسعار اقل من السوق. المكان هنا كويس، اسعار معقوله، ارخص من السوق، خد بالك، والجوده برضو جوده كويسه. انا جيت معرض اهلا رمضان عشان اشتري اشياء للبيت، وكل الحاجة هنا كويسة جدا، وأتمنى أن كل ربات البيوت يحضروا علشان يشتروا كل الأشياء هنا، أشياء موفرة جدا وكل حاجة هنا جميلة جدا. المعرض هنا فيه كل حاجة، أنا دخلت التقيت كل حاجة موجودة في المعرض، لحمة، خضار، بيض، سكر، رز، زيت، كل حاجات البيت كلها متاحة هنا في المعرض، وكلها على خصومات حلوة وكلها في متناول الجميع على أحسن من السوق كله عامة يعني.